شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، كيتميز الدخول الاقتصادي والاجتماعي بالعديد من الإشكالات الحقيقية، فعلى المستوى الاقتصاد الوطني هناك تعثر ملحوظ في تعزيز نسبة النمو ودعم الإنتاج الوطني وخلق فرص الشغل اللازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية، مع استمرار إفلاس المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. على المستوى الاجتماعي كنشاهد تضرر القدرة الشرائية للمواطن بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك نسائلكم سيد رئيس الحكومة عن التدابير التي اتخذتموها لإقرار مالية عمومية تقطع قطعا باتا مع الاختلالات التي عرفتها السنة الأولى من ولايتكم الحكومية، وشكرا.